بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس 12 في مدارسة كتاب الفتن والحوادث. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أحاديث في الفتن والحوادث من أمارات الساعة، وللبخاري عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساقطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى: من أمارات الساعة، فإنه ذكر في الأبواب السابقة علامات من علامات يوم القيامة، ثم أعاد الترجمة بقوله: من أمارات الساعة، ومنها هنا تبعيضية، وكذلك هي لبيان الجنس، وأتى فيها بحديث جامع وهو حديث عوف بن مالك الأشجعي الأنصاري رضي الله عنه. فإن عوفا هو الذي سمع الرجل يقول: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا ولا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، يعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرض بصحابته، فقال له: كذبت ولكنك منافق، لأعلمن رسول الله بمقالتك. حرك عوف رضي الله عنه والرسول يمشي في أول الجيش، فما بلغ عوف رسول الله إلا والخبر من السماء ينزل بفضيحة هؤلاء المنافقين: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أدرك عوف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما بلغوا تبوك ضربت له عليه الصلاة والسلام قبة، أي خيمة صغيرة، وقد قال له النبي: برت أذنك يا فتى، لما غار لله ولرسول الله وللمؤمنين. جاء عوف فاستأذن على النبي أن يدخل عليه في خيمته، فأذن له عليه الصلاة والسلام، فأدخل عوف رأسه وإذا الخيمة ضيقة، قال: يا رسول الله، أدخل كلي أو بعضي؟ كلي أي مع بدني، فيخشى أن يزاحم ويضايق الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بعضي، أكتفي بإدخال رأسي. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: أدخل كلك. فدخل عوف فأجلسه النبي معه، وهذه كرامة لعوف بن مالك الأشجعي. ثم قال له عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد: يا عوف، أعدد ستا بين يدي الساعة. ستا منكرة ولا مؤنثة؟ مذكرة، لأن المعدود مؤنث. ما المعدود؟ 6 خصال، والخصال جمع خصلة، والخصلة مؤنثة،
والعدد من 3 إلى 9 يخالف معدوده تذكيرا وتأنيثا. أعدد 6 بين يدي الساعة، عدوا معي موتي وفتح بيت المقدس وموتان يكون فيكم مثل قعاس الغنم وإفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، وفتنة لا تدع بيتا من بيت العرب إلا دخلت، وحتى يكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون فيأتونكم تحت 80 راية تحت كل راية 12,000. هذه العلامات 6 أخبر عليه الصلاة والسلام أنها تكون بين يدي الساعة، يعني أمامها وقبل قيامها وظهورها. جلست بين يديك يعني أمامك، هذه 6 الخصال جمعت أشراط الساعة، ما وقع منها وانقضى وهذا القسم الأول، وما وقع ولم يزل يتجدد في وقوعه وهو القسم الثاني، وما لم يقع بعد وهو القسم الثالث. ولهذا حديث عوف هذا اشتمل على أشراط الساعة بأقسامها 3. فالقسم الأول الذي وقع وانقضى موته عليه الصلاة والسلام، هذه أول الخصال، وقع ولا لم يقع؟ متأكدين أنه وقع؟ نعم، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات الموت التي كتبها الله على بني آدم. والذين قالوا إن الرسول لم يمت هم الذين ادعوا ألوهيته، ادعوا فيه الألوهية، وهؤلاء خارجون عن طريقة أهل الإسلام وطريقة العقلاء. موتي الثاني وفتح بيت المقدس، أفتح بيت المقدس؟ نعم، في خلافة من؟ أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ورحل هو ومولاه على بعيره حتى أخذ مفاتيحه من الجابية. إذن هذه علامة وقعت وانقضت. العلامة الثالثة قال وموتان يكون فيكم مثل قعاس الغنم. موتان على وزن فعلان، أي موت كثير، ولهذا جاء على صيغة المبالغة فعلان مثل قعاس الغنم. ما قعاس الغنم؟ مرض يصيب الغنم في بطونها فتنتفخ وتموت، يموت منها الجمع. وهذا الموتان الذي وقع في الصحابة هو الطواعين والحروب، وأولها طاعون عمواس الذي وقع بعد فتح بيت المقدس بأقل من 2 سنين، ومات فيه من الصحابة 6,000، ومن غير الصحابة من المجاهدين التابعين وغيرهم 30,000. إذن هذا موت عظيم وقع كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن هذا القسم الأول فيما وقع وانقضى. قال وحتى يفيض المال، إفاضة المال أي كثرته، حتى يعطى الرجل مبلغا كبيرا 100 دينار ذهب يظل ساخطا يطلب المزيد، وهذه وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها. قال عليه الصلاة والسلام في عدم شبع الإنسان من الدنيا، لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى ثانية، ولو كان له واديان لابتغى ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. قال في العلامة 6 تمام. قال في العلامة 5 وموتان وفتنة لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلت. واختلف العلماء رحمهم الله في هذه الفتنة ما هي، وتنوعت فيها أقاويلهم واجتهاداتهم، فمن قائل إنها فتنة الأولاد والنساء،
فنقول هذه فتنة لا تخص العرب وحدهم. ومن قائل إنها فتنة اللسان والقيل والقال، نعم هذه فتن، إن من أولادكم إن من أموالكم وأنفسكم عدوا لكم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لكنها لم تخص العرب. وخص العرب كما سبق نظائره لأنهم معدن هذا الدين، وحملته ونقلته بلسانهم، نزل أفضل كلام، وفي بلادهم مقدسات الإسلام، وأظهر ما يظهر أن هذه الفتنة التي لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلت أنها فتنة التصاوير بأنواعها وأشكالها المختلفة التي تزداد، فلم يسلم منها أي بيت، سواء صور في المعلبات والأثاث والألبسة والأطعمة، صور في الآلات بأشكالها، لأن أول فتنة صرفت الناس عن التوحيد فتنة التصاوير التي هلك بها قوم نوح فأشركوا مع الله أول شرك وقع في بني آدم. لا تدع بيتا بيت العرب إلا دخلت، ومعلوم ما يجري من جراء فتنة التصاوير المنحوتة والمرسومة والمثبتة من أنواع أنواع الفتن بالشهوات وبالشبهات. قال: وحتى يكون بينكم وبين بني الأصفر. من بنو الأصفر؟ ولماذا سموا ببني الأصفر؟ لماذا سموا ببني الأصفر؟ نسبة إلى يافث بن نوح، فإن بنيه سلحتهم صفراء، ولهذا قيل فيهم بنو الأصفر، كما أن ذرية حام ابن نوح بشرتهم سوداء، وكما أن ذرية سام ابن نوح بشرتهم ماذا؟ دهماء حنطية، تزداد بياضا أو سمارا. وهم الروم، بنو الأصفر هم الروم، ثم صار علما على النصارى وأهل الكتاب ومن كان معهم في وثنيتهم. وحتى يكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة، أي معاهدة، فيغدرون، لا يفون لكم بهذا العهد، لا يفون لكم بالاتفاقيات التي بينكم وبينهم، فيأتونكم تحت 80 راية، أي تحت رايات كثيرة، لأن 80 الأصل أنها من ألفاظ العقود، فمعناها إيش؟ التكثير، أي يجتمعون عليكم من جهات شتى، وهم في أنفسهم مختلفون، راياتهم مختلفة، لأن بلدانهم وجهاتهم ومذاهبهم وأديانهم مختلفة، لكن اجتمعوا على شيء واحد، ما هو؟ على غزوكم. تحت كل راية 12,000، أي عدد كبير، دل على أنهم كثير. منهم من قال إن هذا وقع في الحروب الصليبية في 105 و106، ومنهم من قال، وهو الأظهر، أن هذا لم يقع بعد، وإنما يكون في الملحمة العظمى الكائنة بيننا وبين أهل الكتاب من محرفة اليهود والنصارى في زمن المهدي، وهذا الأظهر، وهذا هو الأظهر. فالحديث اشتمل على بشارات وعلى نذارات. ما البشارة؟ فتح بيت المقدس والمال يفيض، واشتمل على النذارات، موته عليه الصلاة والسلام إذان بقرب الزمان، موتان الصحابة الذي مات فيه عدد كبير وفقد بفقدهم العلم، الفتنة التي تغري الناس في الشهوات والشبهات، الملحمة العظمى بيننا وبين أهل الكتاب. وتضمن من البشارة أيضا أن عدد المسلمين كثير، لن يستطيع عليهم عدوهم ولو اختلفت راياتهم، متى؟ إذا اجتمعوا، وسيجتمعون في زمن
المهدي في آخر الزمان، وعليهم ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ملاحم الروم. ولمسلم عن يسير بن جابر قالت: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيرة إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة، قال فقعد وكان متكئا، فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام أو يجمع لهم أهل الإسلام؟ قلت: الروم تعني؟ قال: نعم. قال: ويكون عند ذلكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا، فيبقى هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدائرة عليهم فيقتتلون مقتلة، إما قال لم يرى مثلها، وإما قال لا يرى مثلها، حتى إن الطير لتمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا، فيتعاد بن الأبي كانوا 100 فلا يجدون بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح أو بأي ميراث يقسم؟ فبينما هم كذلك إذ سمعوا بناس هم أكثر من ذلك، فجاءهم الصريخ: إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما بأيديهم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. هذا الحديث حديث جليل، رواه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه، وترجم عليه المصنف بقوله: باب ملاحم الروم. ملاحم جمع ملحمة، أي ما ينتج عنها تقطيع اللحم والقتل وسفك الدماء، وسميت الملاحم على الحروب العظيمة التي ينتج عنها الموت الكثير، تسمى ملحمة، كالحرب العالمية الأولى والثانية، ملاحم مات فيها 100,000 بل ملايين. هذا الحديث مرفوع كما جاء في آخره، فإنه رواه يسير ابن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة. والكوفة والبصرة هما المصران اللذان مصرا في عهد عمر لما فتح المسلمون بلاد العراق والمدائن، مصرها المسلمون أي جعلوها مدنا. ثم في 100 سنة 140 بنيت بغداد عاصمة المنصور. لما هاجت الريح الحمراء، والعادة الريح ليس لونها أحمر، لكن لونها الأحمر وما أثارته أفزعت الناس، فظنوها أن الساعة قد قربت. فقال رجل ليس له هجيرة إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة، يعني ليس له إلا رفع صوته يقول: إن الساعة قد قامت يا ابن مسعود. هذا مبلغ علمه ومؤدى اجتهاده. فقال فقعد وكان متكئا. من القاعد؟ ابن مسعود رضي الله عنه، وهو العالم الفقيه السابق من سوابق الصحابة هجرة وإيمانا. فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، كأنه يقول له: لم تقم الساعة، لم يأتي أوانها، لم تتحقق أشراطها، ومن أشراطها ألا يقسم ميراث. ليه؟ لكثرة الهلكة، فلا يعرف المتقدم من المتأخر، ومن بقي عدد قليل، فكيف يقسمه؟ يأخذه كله. ولا يفرح بغنيمة لكثرة القتلى التي يأسف معها الإنسان على موت أهله. ثم قال بيده وأشار إلى ناحية المغرب، إلى ناحية نحاء الشام، قال: عدو يجمعون لأهل الإسلام. هذا شاهد الملحمة،
أو يجمع لهم أهل الإسلام الجموع، وهذا فيه البشارة أن أهل الإسلام مجتمعون ويعدون العدة في آخر الزمان للجهاد في سبيل الله باسترداد مقدسات المسلمين وإظهار عزتهم. فقالوا: الروم تعني؟ قال: نعم، لأن الروم اسم للنصارى، وكان الروم قبل قسطنطين الأول كانوا وثنيين. قال: نعم، ويكون عند ذلكم القتال ردة شديدة. ومعنى ردة انتكاسة، فمنهم من يرتد عن الإسلام إلى الكفر حبا بالكفار واعتقادا لدينهم، كما هو الآن في إرهاصات ذلك ومقدماته في من يتشبه بهم في أعيادهم وحديثهم وتاريخهم ولباسهم وطباعهم، هذه ممهدة لأن يقنع بهم. ومن الردة أيضا انتكاسة عن الإسلام والاستقامة والتدين، فيكون مقبل على العبادة ثم ينتكس إلى الغفلة، هذه من الردة. ومن الردة هروب من العدو وتولي يوم الزحف. قال: فيشترط المسلمون شرطة للموت، ينتدب المسلمون مع ولي أمرهم مع المهدي شرطة، أي أقوام لا يرجعون إلا إما بنصر أو موت. وشرطة يعني يشترطون على أنفسهم ذلك، ويشترط على من ينتدب لهم أنه لا يرجع إما منتصر أو مستبزل بأن يموت، لا ترجع إلا غالبة. قال: فيقتتلون حتى يمسوا، يستمر القتال لكثرتهم إلى الليل، فيبقى هؤلاء وهؤلاء المسلمون والروم كل غير غالب، وتفنى هذه الشرطة أي تقتل. فإذا كان يوم الرابع، يعني 4 أيام وهم يتحاربون من الصباح إلى الليل، نهد إليهم بقية أهل الإسلام، نهد يعني تقدموا واستبسلوا، فيجعل الله الدائرة عليهم، على من؟ على أعدائهم، فينتصر المسلمون بعد هذه الهلكة، فيقتتلون مقتلة إما قال لم يرى مثلها أو لا يرى مثلها، يصبح القتلى كثيرون جدا، حتى إن الطيرة لتمر بجنباتهم فلا تتجاوز إلا وقد سقطت من كثرة الجيف، جيف القتلى التي فاحت روائحها، فإذا مر الطير في السماء سقط من وبائها ونتنها. فيتعاد يعد الإخوان بنو الأب أبناء الأب الواحد أو أبناء القبيلة، كانوا 100 فلا يجدون بقي منهم إلا رجل واحد. طيب، بقي واحد، متى يفرح عندئذ بالغنيمة ومتى يفرح بالميراث؟ فبأي غنيمة يفرح أو بأي ميراث يقسم؟ فبينما هم كذلك، ما بقي إلا بقيتهم الذين كتب الله لهم النصر، أما إخوانهم فاستشهدوا في سبيل الله، إذ سمعوا بناس هم أكثر من ذلك، قالوا: في جموع تجمعت عليكم. فجاءهم الصريخ، أي يسمعون صوته ولا يرونه. من الصريخ؟ الشيطان يريد أن يخذلهم ويرجفهم، فيقول: إن الدجال قد خالفهم في ذراريهم. الدجال خرج، وإنه الآن في أولادكم وأهليكم، قال صلى الله عليه وسلم: فيرفضون ما بأيديهم، أي يدعون ما بأيديهم من الغنائم وما يعوق رجوعهم وسيرهم إلى أهليهم وبلدانهم، فيبعثون 10 فوارس طليعة لهم، أي يقصون الخبر، 10 فوارس على فرس، على أفراس، يقول صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف أسماء هؤلاء الفوارس 10 وأسماء آبائهم، بل ويعرف ألوان خيولهم. من أين هذا؟ من وحي الله له. ثم مدحهم بقوله: خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. هؤلاء هم خير فوارس لشجاعتهم
واستبسالهم وجهادهم في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله شأنه عظيم إذا كان على أصوله الشرعية وقواعده المرعية وانضباطه تحت ولي الأمر. ليس الجهاد فوضى، هذا طرف من هذه الملحمة العظمى التي ستكون بين المسلمين وبين أعدائهم، وهذا والله أعلم في زمن المهدي. نعم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتحون قسطنطينية. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون. إن المسيح قد خلفكم، قد خلفكم ولا خالفكم؟ أحسن الله عملك، خلفكم. خلفكم هذا الصحيح. نعم، عفى الله عنك. إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون، وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فنزل عيسى بن مريم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. حديث أبي هريرة مطابق لحديث ابن مسعود رضي الله عنهما، وكلاهما في صحيح مسلم. زاد هذا الحديث أنه لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، وهمان موضعان شمال سوريا جهة حلب، يسميان بالأعماق العمق وبدابق، ينزل فيها هؤلاء الروم يطلبون مقاتلة من هرب منهم، ممن أسلم من جماعاتهم ليسلمهم المسلمون، فيأبى المسلمون أن يسلموهم ويستعينوا بالله على قتالهم. وينقسم المسلمون عندئذ أقساما ثلاثة، فينهزم ثلثهم لكثرة الروم وكثرة أهل الصليب ومن معهم، وهؤلاء الثلث المنهزمون متولون يوم الزحف، قال فيهم: لا يتوب الله عليهم أبدا. لماذا؟ لوقوعهم في هذه الكبيرة توليهم يوم الزحف، ثانيا لخذلانهم المسلمين، ثالثا لأنهم ما قاموا بالفرض العيني بالجهاد. ويقتل ثلثهم شهداء في سبيل الله، ويفتح الله عز وجل على الثلث الباقي فيفتحون قسطنطينة أو قسطنطينية، دل على أنها ترجع إلى الروم وإلى النصارى، ثم يفتحها المسلمون الفتح الأخير. فبينما هم علقوا سيوفهم بأشجار الزيتون يقسمون الغنائم، إذ خلفهم الشيطان وقال: إن الدجال قد خلفكم في أهليكم، فيرفضون ما في أيديه كما سبق في الرواية، فيرجعون إلى الشام فيصفون في مقاتلة الدجال. من مع الدجال؟ أعوانه اليهود والصليبيون والوثنيون وعباد القبور والأحجار والأشجار، وأيضا طلاب الدنيا من أهل الهوى والشهوات من الأعراب والنساء وضعاف الإيمان، والمؤمنون الصدق مع المهدي. فبينما الصفان متقابلان ينزل عليهم في أرض دمشق عيسى عليه السلام واضعا كفه على جناح ملك، إذا طأطأ رأسه قطر من الجنة لقرب عهده بها، وإذا رفعه تحدر منه جمان، أي من رطوبة ونعيم الجنة كاللؤلؤ. فإذا نزل عيسى وإذا المسلمون قد اصطفوا لصلاة الفجر، أين ينزل؟ على المنارة البيضاء شرقي دمشق. فيفرح المؤمنون بنزول عيسى، لماذا؟ نبي آمنوا ودانوا لله بأنه ينزل في آخر الزمان
معينا لهم ومؤيدا لنبينا عليه الصلاة والسلام، فيقدمه المهدي والمسلمون إماما لأنه نبي تكرمة له وإعظاما لشانه. فيأبى عيسى يقول بعضكم لبعض إمام تكرمة لهذه الأمة، فيصلي عيسى مأموما خلف المهدي، والمهدي هو أمير المسلمين في آخر الزمان. وهذا فيه أن عيسى عليه السلام ينزل على أنه نبي بشريعته، أو أنه عامل بشريعة نبينا، أنه عامل حاكم بشريعة نبينا. ولهذا نزول عيسى لا يعارض عقيدة ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى ينزل عامل بشريعة الإسلام، فيقتل الصليب، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية. إذا سمع الدجال بنزول عيسى عرف الخبيث أن أوانه قد حان، وأن شأنه إلى سفال، وأن أمره إلى زوال، فيهرب، يهرب من عيسى، فيطلبه عيسى أن يلحقه، يبعث، يجري وراه، فيدركه بباب لد. باب لد شمال غرب بيت المقدس. والعجيب أن فيه قاعدة من أقوى القواعد الجوية لليهود، قاعدة اللدد. فيدرك عيسى المسيح بباب لد، فإذا رأى المسيح الدجال عيسى بعينيه انذاب، كما ينذاب الملح في الماء. وهذا دليل على أن من طبيعة المسيح أمر خارج المألوف في خلق الإنسان، ينذاب برؤية عيسى خوفا وفرقا وتقديرا من الله، فيعالجه عيسى برمح، يرفع رمحه ثم يطعنه به فيقتله، ويرفع ذؤابة الرمح إلى الناس يريهم أثر دمه أنه خلصهم وقتل هذا الدجال بعدما استوى شره وعظم أمره. وهذا تمام الأربعين الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقاء الدجال فيها، مما سيأتي في آخر الكتاب إن شاء الله. نعم. وله عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب فيها في البر وجانب في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا نزلوها لم يقاتل. عندك من بني إسحاق؟ نعم، أحسن الله إليك. اللي في الحديث من بني إسماعيل. نعم، أحسن الله إليك. لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسماعيل، فإذا نزلوها لم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم. قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها. قال ثور: لا أعلمه. قال: إلا الذي في البحر. ثم يقول: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر. ثم يقول الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلونها فيغنموها. فبينما هم يقسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. وهذه الرواية الثالثة في صحيح مسلم مفسرة للروايتين السابقتين. وهذه المدينة التي جانب منها في البر وجانب في البحر هي قسطنطينية، هي اسطنبول، وفيها أنها تسقط بالتكبير، لكن من قوم صدق أهل إيمان لم تغرهم العدة والعدد، إنما معهم من الإيمان ما يسقطون هذه البلد بعد تولي الروم عليها بذكر الله، بلا إله إلا الله والله أكبر. نعم. ولابن ماجه من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبي عن جده. كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف ابن من؟ عن أبيه عن سبق مر علينا في حديث الغرباء، كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده. نعم، أحسن الله إليكم. ولابن ماجه من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعا: إنكم ستقاتلون بني الأصفر ويقاتلونهم الذين من بعدكم،
حتى يخرج إليهم وفد الإسلام أهل الحجاز الذين لا يخافون في الله لومة لائم، فيفتحون القسطنطينية بالتسبيح والتكبير، فيصيبوا غنائم لم يصيبوا مثلها حتى يقتسموا بالأترسة. فيأتي آت فيقول: إن المسيح قد خرج في بلادكم، ألا وهي كذبة. فالآخذ نادم والتارك نادم. نعم، وهذا يفسر الرواية السابقة، فإن هؤلاء المجاهدين وجلهم من أرض الحجاز من أهل الإيمان، لم ينخدعوا بعدد عدوهم ولا بعدتهم ولا بإمكانياتهم، لأنهم قوم صدق، صدق اعتمادهم على الله وعظم توحيدهم له، حتى إن الله يفتح عليهم هذه المدينة المنيعة بالتكبير والتهليل. قال: لا يخافون في الله لومة لائم، وهم تحت أمير ليسوا فوضى، ويغنمون غنائم عظيمة لم يغنموا مثلها. فبينما هم كذلك يأتيهم آت فيقول: إن المسيح قد خرج في بلادكم، وهذه كذبة لإرجاف المؤمنين وتخذيلهم وترهيبهم، وهذا فيه شناعة التخذيل والإرجاف أن يقع على أهل الإيمان. تسمع خبراً لم تتأكد منه، تذهب تذيعه، فينتج عنه إرجاف المؤمنين أنت آثم. ولهذا في الجهاد في سبيل الله مأمور ولي الأمر ألا يمكن لمرجف ولا لمخذل. المرجف الذي يعظم العدو، عدوكم عنده، وما وسائل الإعلام بأنواعها إلا أبواق لهذه الأراجيف، هذا المرجف. المخذل: إيه، تحسبون قتالهم مثل قتال بعضكم مع بعض؟ يا حليلكم. ولهذا قال المنافق: يا رسول الله إذن لي ولا تفتني. ومنهم من يقول: إيش إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. قال: فالآخذ نادم أي بهذه الكذبة، والتارك نادم أي للغنيمة، لكن الله يبتليهم فيثبتوا، لأن قلوبهم معلقة بثوابه سبحانه لا بأجر الدنيا. نعم، أحسن الله عليك. ولأبي داود وغيره عن ذي مخبر وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيصالحكم الروم صلحا آمنا، ثم تغزون أنتم وهم عدوا فتنتصرون فتنصرون وتسلمون، ثم ينصرفون حتى ينزلون بمرج ذي تلول. فرفع رجل من أهل بمرج ذي تلول، أحسن الله عملك. نعم. حتى ينزلون بمرج ذي تلول، فرفع رجل من أهل الصليب فيقول: غلب الصليب. فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدفعه، فعند ذلك تغدر الروم ويجمعون للملاحمة، فيأتون تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. زاد أبو داود: وتثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون، فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. وهذا فيه تفسير لحديث عوف بن مالك: وحتى يكون بينكم وبين بين الأصفر هدنة فيغدرون. فيه أنه تحصل مهادنة، فيجتمع المسلمون مع الروم لقتال عدو آخر ثم يغدرون. ما سبب الغدر؟ أمر ديني عقدي، يرفع صليبي بالصليب الذي تعتقده النصارى أن عيسى صلب عليه تخليصا من الله لذنوب العباد، وأن عيسى ابن لله تعالى الله عما يقولون، لا بنسبة البنوة ولا بنسبة أن عيسى قد صلب. فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدفعه، أي فيقتله ويكسر صليبه، فتغدر عندئذ الروم، لأن الحرب حرب دينية عقدية، فيجتمع المسلمون مع هؤلاء للملحمة، هذه سببها، فيأتون تحت رايات كثيرة لقتال المسلمين، وهنا ينتصر المسلمون عليهم، فتثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون بعدما يغدر هؤلاء،
لأن المسلمون أهل وفاء بالعهد لا يغدرون، هذا المسلمون الصدق. أما من انتسب للمسلمين يدخل بلد الكفار بعهد ثم يغدر فيهم، هذا غدار، هذا ليس خصاله وخلاله خلال المسلمين. أما المسلمون فإنهم صدق في عهودهم، آمنون في مواعيدهم، لا يغدرون حتى يغدر عدوهم، لكن يجعل الله الدائرة عليهم فيكرم الله تلك العصابة أي المسلمين بالشهادة في سبيل الله، ويبقى بقيتهم مؤمن. نعم. وله وغيره عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الملحمة الكبرى وفتح قسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر، حسنه الترمذي. هذا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، فيه أن الملحمة الكبرى العظمى الواقعة في آخر الزمان بين المسلمين وبين الروم ومن لف لفهم من يهود ومجوس ومشركين ووثنيين، وفيها فتح بيت المقدس، فتح القسطنطينية، ثم يأتي الدجال بعدها قريبا ومدتها في 7 أشهر، يعني في أقل من سنة في وقوع هذه الملاحم والفتن العظيمة. نعم. ولأبي داود عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه مرفوعا: بين الملحمة وفتح المدينة 6 سنين، ويخرج الدجال في 7. قال: هذا أصح من حديث عيسى، يعني حديث معاذ رضي الله عنه. في الرواية السابقة 7 أشهر بين الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال. أبو داود أتى برواية ثانية، وهذا من فقه الشيخ أنه ساق الروايات في الموضوع في موضع واحد. قال: ولأبي داود عن عبد الله بن بشر رضي الله عنهما قال: بين الملحمة، أي الملحمة العظمى الكبرى، الحرب الكبيرة، وفتح المدينة، أي مدينة؟ القسطنطينية. فهنا أل في المدينة أي العهدية التي الذكر معهود فيها، 6 سنين ويخرج الدجال في 7. وقال: هذا أثبت من حديث معاذ السابق. في ماذا هذا؟ في أن هذه الملاحم تقع في وقت مقارب، في مدة يسيرة، 6 سنين أو 7 سنين بالنسبة إلى عمر الناس مدة إيش؟ يسيرة، لا سيما والزمان سيتقارب حتى تغدو السنة كإيش؟ كشهر. طيب 6 سنين 7 سنين يعني كم شهر؟ 7 أشهر. فصارت الأحاديث ماذا؟ مؤتلفة متوافقة، غير مختلفة ولا مضطربة. نعم. أحسن الله عملك. وله عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل من قلة: نحن يومئذ. قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الحديث ختم به الشيخ هذه الأحاديث المتعلقة بقتال الروم، وهذا من فقهه الدقيق وفهمه السديد، فإنه أورد حديث ثوبان رضي الله عنه بعدما ذكر ما قبله. وهذا ما ذكرت لكم سابقا، أن الشيخ فقيه وظهر فقهه في أمور 3: في حسن انتقاء الأحاديث، وفي التبويب عليها، وفي ترتيب بعضها على بعض ليفسر بعضها بعضا فتكون كنسق واحد، مؤتلفة غير مختلفة، متوافقة غير مضطربة. حديث ثوبان عند أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك، أي أن الأمر على وشك، الأمر قريب، الأمر ليس بالبعيد. يوشك الأمم أن تداعى عليكم، الأمم ليست أمة واحدة وإنما جمع أمم كثيرة، تداعى يعني تتنادى وتجتمع عليكم. إذن هم مختلفون في أنفسهم، لكن اجتمعوا على المؤمنين وعلى المسلمين،
إما لأمر ديني محض أو لأمر ديني ودنيوي، كل هذا وارد. مثلها عليه الصلاة والسلام بهذا المثل البديع: كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. واحد لكم حط صينية طعام، قال تفضل الله يحييكم، ناداكم إلى هذه القصعة، أي أن هذه الأمم تداعى على هذه الأمة كتداعي أهل القصعة على قصعتها. وهذا فيه إشارة خفية إلى أن تداعيهم لأمر دنيوي، عندهم خيرات المسلمين، عندهم غنائم، عندهم ثروات، عندهم ما يستجلب هؤلاء الأمم أن يتداعوا عليهم. فقال قائل من الصحابة: من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ هل نحن قلة؟ قال: بل أنتم كثير، لكن كيماوي ما ينفع، كثرة لا تغني. وفي القرآن: ويوم حنين إيش؟ إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا. ليس العبرة بالكثرة، إنما العبرة بماذا؟ بما عليه هؤلاء القلة. نصر الله رسوله والمؤمنين في بدر وهم قلة في عدد وضعف في عدد، وأهزمهم أول الأمر في حنين وهم أهل الكثرة، حتى قال قائلهم معجبا بكثرتهم: لن نغلب اليوم من قلة. قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ما هو غثاء السيل؟ الماء يأخذ البقر والغنم والسيارات، الكراثيم والحجدي. إيش الحجدي؟ ليس الزبد يا أخواني، الغثاء هو الذي لا ينفع، فلا هو ينفع الأرض في مائها ولا ينبت الزرع والربيع، غثاء أي قش تبن الله يعزكم، ما ينفع، هذا غثاء السيل. غثاء السيل كثير ولا قليل؟ كثير، لكن ماذا ينفع؟ حتى إذا وقدته ما أسرع ما يكون رمادا. ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة عنكم. يعني عدوكم ما يخافكم، مع أن أتباع النبي حقا ينصروا بالرعب كم؟ عشرة شهر، لكن لضعف دين هؤلاء في آخر الزمان وكثرة عددهم وتخليهم عن دينهم وعن قرآنهم وسنة نبيهم يكونون كثرة في العدد من غير بركة، حتى إن عدوهم لا يهابهم ولا يخافهم، مع أن المؤمنين حقا يهابهم عدوهم ولو كان بينه وبينهم المسافة الطويلة. وليقذفن الله في قلوبكم، أي قلوب أولئك الغثى الكثير ممن ظاهرهم الإسلام، الوهن. ما هو الوهن؟ فسره عليه الصلاة والسلام: حب الدنيا، حب الغنائم، حب الأموال، حب الوظيفة، حب الجاه، حب المدح، حب الثناء، وكراهية الموت لأنهم لم يعملوا لما بعد الموت. ضعف إيمانهم بالله، ومن أحب لقاء الله إيش؟ أحب الله لقاءه، ومن أحسن ظنه بالله أحب لقاء الله. لكن هؤلاء وهنوا، ووهنهم من تعلقهم بالدنيا وكراهيتهم الموت، لأنهم يريدون أن يمتعوا في الدنيا ولن يلحقوا لها طرفا، وهذا لأن الدنيا والآخرة ضرتان لا تجتمعان في قلب العبد، إما دنيا أو آخرة، إما دنيا فيعجل له فيها نعيمه وحسنته، وإما آخرة فيؤخر له فيها خيره ونعيمه. نبيكم عليه الصلاة والسلام مات ولم يشبع في الدنيا من خبز الشعير، لم يتمتع فيها، أثر ليف السرير في جنبه، وفارس والروم
في مآثرهم وقياصرهم وعلى ريشهم. إذا الدنيا ليست غنيمة، الدنيا ليست غنيمة لصاحبها، الغنيمة العظمى أن تلقى الله سعيدا رابحا في الآخرة، هذه الغنيمة. وهذه المهابة التي ينزعها الله من قلوب أعدائنا علينا إذا ضيعنا ديننا، وإذا ارتكبنا شهواتنا وضيعنا فرائضنا. قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فنسأل الله عزا يعز به الإسلام وأهله، وأن لا يفتننا أيها الإخوة، وأن لا يبلغنا ذلك الزمان، قد لا نقوى على هذه الفتن. ولهذا الدعاء المبروك الموفق أن تسأل الله النجاء والعصمة من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق. ولعل الإخوان اليوم يعذروننا عن الأسئلة، فإن الوقت قد طال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.